أعتقناهم. الشيعة لما يمرون بالدليل ويشترطون عصمة الإمام يقولون العصمة أمر خفي لا يعلمه إلا الله، فإذا كان لا يعلمه إلا الله لذلك احنا نشترط النص من الله، ما نقدر نعين للإمام، إذا أجانا نص نعرف أنه معصوم لأن العصمة أمر خفي. ومثل ما قلت لك أنا ترى العصمة مو بس احنا نقول بيها، لكنه الهرجة شوي علينا، وإلا اللي يحب أنا باحثة للموضوع في هوية التشيع، اللي يحب خلي يقرأ للكتاب، أكو بي فصل بالعصمة، المسلمين يقولون بعصمة، جماعة من المسلمين يقولون بعصمة الخليفتين أبي بكر وعمر، جماعة يقولون بعصمة الخليفة الثالث عثمان، جماعة لا يقولون بعصمة الأمة ككل، الأمة إذا أجمعت على رأي فهي معصومة، مع أن الأمة تتكون من أفراد. هو الأمة شنو يعني؟ هذا عنوان الأمة، احنا لما ندور أمة يعني شنو معنى أمة؟ أمة واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد يصير أمة، مو هذا؟ فالأمة إذن جماعة، والأفراد إذا مو معصومين ممكن تعصم الأمة. فمو بس احنا ننفرد ترى بالرأي، لكنه الرأي السائد واللي عرف عنه. ومثل ما قلت لك العصمة ترى مو فرد شيء قهري، يعني مثلا واحد ينولد هو معصوم لو يريد يرتكب خطيئة ما يقدر، لا ما يقدر يرتكب خطيئة، ويقدر ما يفعل الطاعة، لا منين يقدر الآن لكن ما يسويها، ليش؟ عنده تربية عالية، متربي تربية طيبة، يعني يستقذر الخطيئة. شلون يعني يستقذرها؟ يعني أرجوك أنت إذا تمر لك الآن بشي حمال ماي بالأرض ملوثة كلها وصخ والماي ملوث والتعطشان، تتذوق تشرب منه؟ ما تتذوق، تستقذره، تقدر تشرب لكن ما تشرب، تستقذره. كذلك الإمام يستقذر الذنب، هذا هو مؤثر أي العصمة، ويستقذر ترك الطاعة. فالعصمة شيء بمقدور الإمام، نعم، أن يتخلى عنه، مو كما يصورها البعض، يقول لك شلون معصوم شنو شلون، يا هاي هذا معصوم، تفضل الآن أكوناش تربيتهم تربية عالية وأحوالهم أحوال ما بها أخطاء على العموم إلا نادر. أرجع للموضوع،